وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ محمد المذحجي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. بداية، قناة CNN الأمريكية اعتبرت أن ميليشيات إيران في العراق مصدر الانقسام والكراهية. الشواهد تثبت ما ذهبت إليه القناة. ما أهداف إيران من وراء ميليشياتها في العراق برأيكم؟ في البداية تحياتي لحضرتك وأستاذ المشاهدين الكرام. حياك الله. طبعا إيران تعول على هذه الميليشيات ضمن مشروع يعرف بما تسميه إيران بتصدير الثورة الإسلامية بين القوسين، لبسط حوزات نفوذها من غرب آسيا إلى شمال أفريقيا، وتستغل هذه الظاهرة وهذه الجماعات المسلحة لنشر طائفية وحروب طائفية وصراعات طائفية بهدف إضعاف الدول العربية. وإيران تراهن على إضعاف الجوار بشكل عام من أجل بسط سيطرتها ونفوذها في المنطقة، وتتقاطع هذه الاستراتيجية الإيرانية مع استراتيجية إسرائيلية التي تريد أيضا جوار ضعيف، خاصة جوار عربي ضعيف، وهناك توافق في وجهات النظر بين تل أبيب وطهران في هذه الاستراتيجية، وهناك تعاون خفي ما بينها وجماعاتها في المنطقة. فأي تحديد لدور هذه أو تحييد هذه الجماعات المسلحة سيضع حدا لمشروع إيران التوسعي، وأيضا يضر بالمصالح الإسرائيلية في المنطقة العربية. يعني هذا، وأيضا علقت واشنطن على تنامي النفوذ الإيراني في العراق بأنها ستمنع دعمها للميليشيات. إلى أي مدى يمكن أن تؤدي العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران إلى تحقيق هذا الهدف وتجفيف منابع الميليشيات في العراق؟ يعني حتى الآن إذا أخذنا بعين الاعتبار ما حصل في الساحة السورية وتحديد وتحجيم الدور الإيراني في سوريا، وأيضا وضع وفرض عقوبات صارمة على جماعة حزب الله الذي أدى إلى انفراج سياسي في تشكيل الحكومة اللبنانية بعد عام ونصف عام، نرى أن السياسة الأمريكية بدأت تعطي ثمارها تدريجيا، وأيضا الساحة اليمنية الذي شاهدنا موافقة الحوثي على إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب اليمنية بعد 3 سنوات ونصف تقريبا أو 4 سنوات، ما يقارب 4 سنوات، بعدما رفضت الجماعة خلال الفترات الماضية أي محاولات تصالحية ومفاوضات، وأفسدت المفاوضات مع الحكومة اليمنية. الآن بقيت الساحة العراقية، وإيران منزعجة من ما يحصل في العراق، حيث أمس سفير إيران في العراق أساء الشعب العراقي وحكومة المنطقة الخضراء حينما قال أنه ليس من صالح العراق أن لا يتعامل مع إيران، وهددهم وحذرهم من التعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران. فهذه التصريحات التي تعرب عن أو توضح القلق الإيراني مما يحصل في العراق والمحاولات الأمريكية لتحجيم إيران ودورها وميليشياتها في العراق، نحن أمام مرحلة جديدة في المنطقة وفي العراق وفي منطقة الخليج، بحيث إيران لا تستطيع بعد أن تمول بسهولة. أنا لا أقول أن هذه المنابع سيتم تجفيفها 100%، لكنه ستتقلص إلى نسب كبيرة تفوق 70 و80%، بحيث إيران لا تستطيع أن توفر العملة الصعبة لاقتصادها، فما بالكم بهذه الميليشيات والجماعات التي تنفق عليها مليارات الدولارات سنويا. هل ترى أن تلك الميليشيات يمكن أن تكون الحديقة الخلفية لإيران للهروب من العقوبات الأمريكية؟ لا يمكن ذلك، لأنه هذه الميليشيات تكونت وفق الدفع، يعني الرواتب التي تصرف على أعضاء هذه الميليشيات هي التي جمعت هذه الجماعات وكونتها، والعديد من هؤلاء ذهبوا إلى هذا التحشيد من أجل الحصول على الرواتب العالية 800 و1000 و1500 دولار شهريا. ولا يمكن أنه هذه الميليشيات تضحي بمصالحها الاقتصادية من أجل إيران، بل هي تعمل من أجل الحصول وجني ثمار تعاونها مع إيران وليس العكس. بما تحلل فرض يعني أوروبا عقوبات على النظام في طهران؟ الدول الأوروبية تحاول من خلال هذه المحاولة ترسل رسالة للنظام الإيراني بأنه ليس بإمكانها
أن تلتف على العقوبات الأمريكية وتساعد النظام الإيراني، وإلا العقوبات الأمريكية لم تؤذي إيران ولن تؤذي إيران. الدول الأوروبية خاصة الاتحاد الأوروبي يراهن على الدور الإيراني لإضعاف المنطقة العربية، يعني هناك جهة أخرى غير إيران وإسرائيل تتنفع من إضعاف المنطقة العربية، والدول كالعراق ومصر والدول القوية العربية تراهن على الدور الإيراني أيضا، وإيران تعتبر بوابة أوروبا بالنسبة على الشرق الأوسط. فالمشكلة الأوروبية أو الرسالة التي تحاول أوروبا أن تبعثها من خلال هذه العقوبات إن فرضت على إيران هو أنه ليس بإمكانها أن تساعد إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية، وخاصة أن محمد عباس عراقشي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية أعلن قبل أمس بأن جميع البنوك الأوروبية رفضت استضافة آلية الاتحاد الأوروبي للالتفاف على العقوبات الأمريكية، وهذه الآلية أصلا تعتمد على البنك وعلى البنوك من أجل إيصال العملة الصعبة لإيران، والبنوك الأوروبية ذاتها رفضت المطالب دولها. نعم، كان معنا من لندن المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحجي، شكرا جزيلا لك.